I'm seeing shimmers in this honesty and dreams. مساء الخير للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. اليوم الفيديو مالتنا فيديو نوعا ما الأغلبية طلبوا من عندي، فما حبيت أن أعرضكم، فقلت أسوي لكم هالفلوغ الحلو البسيط تستفادون من عنده، بالرغم أنه أنا مسويته قبل سنتين، بس مو مشكلة. أكو شي يقولون الإعادة استفادة، مدري الاستفادة إعادة، مدري بالمقلوب. المهم اليوم حبيت أنه أسوي لكم هذا الفلوغ لأنه البنات كتبوا لي بالتعليقات بليز إحنا عندنا مشكلة الشعر يظهر بالوجه، وعندنا مشكلة أنه إحنا شلون نقدر نتخلص من عنده، واهم نقطه انه احنا نتخلص من عنده واحنا بالبيت، يعني ما نريد نطلع برا نتكلف مواعيد ونروح مراكز تجميل. فقلت اليوم اسالكم هالفلوج حتى تستفادون من عنده، وبنفس الوقت تطبقون الاشياء اللي راح اقولكم عليها لانه فعلا تجيب نتائج اذا صدق استمريتوا بها. بالبدايه خلونا نسوي جوله بسيطه بالمولر، لانه اكو مواد واشياء موجوده بالماركت نقدر انه احنا نجيبها نستفاد من عندها بالبيت وبدون ما نتكلف تكاليف كلش هوايه بمراكز التجميل. فجماعة مراكز التجميل لا تبعون الفيديو حتحقدون علي. بالبطاريات وهنا يبيعون وياها عدة أنواع من المواسم، أكو الموس الناعم وأكو الموس الخشن، بها عدة أنواع، وهذه هي مو كهربائية، هذه تستخدم على البطاريات. وهنا عندهم من نفس الماركة مالتهم عندهم اللي ينصح له إحنا الحلاوة، أو يعني هي من الشكر صايرة، حاطين بها زيت الأرغان والشام اللي يستخدمها بإزالة الشعر بالماركت جليت. هذا كلش حلو النوع الجل، يعني لأنه بيه الألوفيرا، هذا إزالة الشعر اللي يصير فوق الحواجب، هذا ما راح يزيل شيء إذا مو الخيط ما راح يزيل شيء. هذه اللاصقات الصغار، طبعا هي عدة أنواع وعدة ماركات موجودة عندهم، بس العمل واحد لأنه هي تعتبر كلها هم مثل هيجي لاصقات تصير. خليني أشوف لكم إياها، هيجي مثل البلات موجودة الكل يعرفها، يعني هذا بزيت الهانث أو زيت الحشيش. هذا جهاز الليزر الموجود بكل الأسواق، طبعا أكو بعدة ماركات وعدة أشياء، بس أنا هذا أحكي لكم للأمانة ما أنصح به، يعني هذا النوع من الأجهزة. أول شيء عدد الضربات ما قليلة، وهنا كاتبينها بالعربي بي مثل ما تشوفون. وعدة أجهزة راح أشوف لكم إياها أنا موجودة هي بالميديا ماركت، تكون أفضل من هذه الأجهزة، لأنه أنا عن تجربة مستخدمة هذا النوع من الجهاز اللي هي غير ماركة، إذا تعرفوها هي سيلكن، وهنا هم موجودة عندهم. هنا هذه هي الماركة اللي كنت أستخدمها عن تجربة، مو جهاز يعني ينصح بي أبدا، لأنه مثل ما قلت لكم الأشعة مالته تكون قليلة، والإضافة إلى عدد الضربات راح تكون جدا قليلة، ف يعني تستخدموا استخدام وبعدكم ما محصلين على النتيجة راح تخلص الأشعة الليزرية اللي بداخله، وتضطرون أنتوا يا أما ترجعوا للشركة نفسها، ترجعوا للشركة حتى الشركة ترجع مرة ثانية تشحنه بضربات الليزر وترجعه لكم، بس بعد مدة طويلة، وبالإضافة إلى دفع فلوس أكثر من سعر هذا الجهاز. فالأفضل أنه أنتوا تاخذون جهاز يكون عدد الضربات مالته هواية، وراح أشوف لكم يا أنا موجود بالميديا ماركت. النوعية الثانية اللي هي من براون، أو عدة شركات ثانية هم نزلت عدة أجهزة اللي هي قلع الشعر، فهذه الأجهزة هي تشيل شعرة شعرة، يعني الشعرات تكون ما بين هذه الأسنان إذا تشوفون وهنا، وبالإضافة إلى رأس إضافي واحد إكسترا، فأنتوا تقدرون تشترون يعني واحد ثاني إذا تحتاجون تستخدموا أماكن خاصة. استخدام هذا الجهاز هو يقلع الشعر شعرة شعرة من خلال هذه الأسنان اللي موجودة هنا. فيليبس هم إزالة أو قلع الشعر، هذا الجهاز من فيليبس طبعا أنصحكم به، لأنه هذا الجهاز كلش حلو استخدامه وسهل، وبالإضافة أنه أنتم تقدرون تغسلوا بالماء، وطريقة مالته كلش سهلة وحجمه صغير، يعني وين ما واحد يريد يسافر يقدر ياخذه وياه. فهذا الجهاز بصراحة أنصحكم به، لأنه أول شيء ماركة فيليبس هي غنية عن التعريف، وثاني شيء هذا الجهاز بالنسبة للناس اللي ما تقدر تشتري الليزر وغير الليزر، فهذا يكون سعره المناسب، يعني مقارنة بسعر الليزر 400 أورو هذا السعر 25 فقط. Thank you.
الشفرات وشفرات بانواعها. الانواع البلاتا اللي تكون بيها نوع من الشوغرين او احنا نصيح للحلاوه او الشكر الشيره او ما اعرف شلون، فهذه البلاتات الصغار هذول تقدرون تستخدموهم بكل مكان، بيهم سلبيات بيهم ايجابيات، بس بصراحه ما ينفعون ابدا، يعني الاستفاده مالتهم جدا جدا بطيئه وقليله. وبعدين ملاحظه انه اي شيء ينشال عن طريق جهاز قلع الشعر او عن طريق مثلا الملاقط شعره او عن طريق مثلا الموس او عن طريق الحلاوه، هذول الطرق كلهم بشكل عام راح يرجعون مره ثانيه البصيله تطلع، يعني الراس مال الشعر نفسه راح يبقى موجود لانه احنا قلعناه راح نطلع راس جديد مكانه، على عكس استخدامنا للجهاز الجبار الملك الليزر اللي هو يخلي الشعره ببيتها بس ينطيها يعني شلون اقول لكم ذبذبات اللي تخلي هذه الشعره بمكانها تموت بدون ما نقلعها، حتى ما نخلي شعره بمكانها تطلع. فاحنا بلا هالتفاصيل هذه كلها خلونا ندخل بالموضوع. فراح احكي لكم هسه على طريقه استخدام هذا الجهاز، يعني قبل ما نستخدم جهاز على بشرتنا مباشره لازم اكو كم شغله احنا لازم نسويها. اول شيء اكو ناس تسوي مره او مرتين بالاسبوع اللي هو المقشر، مثلا المقشر يكون تحضير محضري بالبيت او مثلا المقشرات الجاهزه البيلينج الجاهز. فهذا النوع من التقشير للبشرة مالتكم بشكل عام لازم يكون قبل ما نستخدم شفرة الحلاقة، يعني قبل ما نزيل الشعر أول مرة نسوي المقشر، ومن بعدها وانتو بالحمام من بعدها راح تسوون استخدامكم للشعر. ما شفتوا أنا شوفت لكم بالأسواق أكو عدة أنواع مختلفة يعني ومن ماركات مختلفة وأشكال. فأهم شغلة طبعا هذه مو إعلان بس المعروفة هي يعني هسه الموجودة حاليا بالماركت اللي هي جليت، هي أفضل شيء اللونها بنفسجي هي فينوس، هذه عليها طلب كل الشهواية لأنه بصراحة أكو بيها فد مميزات أنه هي الحركة مالتها هذا البيضوي، يعني تقدرون تزيلوا أول شيء بسهولة، يعني أكو تشترون أكسترا موس كامل أكسترا هذا ينذب بعد استخدامكم كم مرة وتبقى عندكم المسكة مالتها، مو هذا الشيء الإيجابي وإنما الشيء الثاني اللي هي هاي الحركة مثل ما تشوفون هذه الحركة، بحيث هذه تكون مثل انطوائية أو مثلا تتحرك بسهولة على البشرة مالتكم أو على الجلد، ما راح تسبب لكم يعني أي جرح من خلال استخدامكم. بالإضافة أنه الشيء الثاني اللي هي تكون بيضاوية، يعني أكو بعض شفرات الحلاقة تكون مثل مربعة أو مستطيلة، فهذا النوع يعني يفضل أنه أنتم لا تستخدموه لأنه هواية تسبب يعني جروح على الجلد. فالبيضاوي يكون يعني حركة مالته كلش سهلة وبسيطة. هذه لونها أزرق مثل ما تشوفون أباك يعني متصافه ناس بصف ناس صايره نوع من انواع شلون اقول لكم عباك طبقات من السيليكون تكون متراصه مع بعض، ودور هذه لونها ازرق تسمح للشعر القصير والشعر الطويل بنفس الوقت يدخل على الشفره وبسهوله تقدرون تستخدموها. طبعا هذه بس مجرد يعني نصيحه شخصيه لكم انه تستخدمون هذا النوع من الشفرات، واذا عندكم شفرات ثانيه انه انتم متعودين عليها طبعا اكو هوايه من عندكم تسالون تقولون احنا نقدر نستخدم مثلا الحلاوه وبعدين الليزر، نقدر نستخدم الخيط وبعدين الليزر، او مثلا نستخدم اي جل ثاني نحطه على الرجل او على المنطقه اللي نريد نزيل معدها الشعر وبعدين يلا الليزر. لا ما يصير ولا اي شيء ولا اي شيء ما يصير، فقط اللي هي الشفره
هذول الاثنين مع بعض ملتصقين، يعني هيك اصدقاء. ما يصير اي شيء ثاني ابدا. هذا النوع من الراس مخصص للوجه، ومثل ما تشوفون راسمين عليه لي فوق للوجه، وبالاضافه الى بداخله مثل تشوفوا ما اعرف قزاز يعني لونه احمر. هذا بس مجرد من هاي الجهه الثانيه، مجرد انه يعزل الدرجه اللي تطلع منه. انا راح نركبها بهالطريقة ونستخدمها على الوجه مباشرة. هذا الشيء بس مجرد انه يعزل الاشعة القوية اللي تطلع على وجهكم، يحصرها بهذا المجال حتى تكون مباشرة على جلد البشرة. هذا مخصص لبشرة الوجه، وهذا مخصص لبقية الجسم بدون ولا شيء. هذا تقدرون تخلوه على الجهاز وتستخدموه بشكل عام، يعني الأشعة مباشرة تكون على الجلد. راح نستخدم الجل الخاص بالشعر مثل ما تشوفون. المرحلة الثانية هي الشفرة، راح نزيل الشعر مالتنا. طبعا راح تسألون انه باتجاه الشعر لو عكس الاتجاه ما يفرق، وماكو كل فرق، لأنه يعني بكل الأحوال احنا قطعنا الشعر من الجلد، يعني ما راح يأثر اذا بهذه الطريقة او بهذه الطريقة. يعني مثل ما تشوفون ايدي بها مي، ضروري المي يكون ناشف من بشرتكم، ضروري ضروري، يعني ما يصير تبقى رطوبة وبعدين تستخدمون جهاز الليزر، هذا الشيء كلش خطر. فانتبهوا لهذه النقطة بنات، حاولوا تنشفون المكان كله من المي. مثل ما تشوفون أنا هسه ما راح استخدم الليزر مباشرة، لأنه اكو بشرتي اكو بعد بها رطوبة، بالرغم انه أنا مسحتها فأحس بيها بعد اكو رطوبة. فتخلوه على البشرة مالتكم. إذا انطاكم الضوء الأخضر، يعني هذا الراس مال الليزر مكانه صحيح، يعني لازم يكون كل البشره مغطيته، عرفتوا شلون؟ فراح نخليه احنا راح يطلع لي الراس هنا لونه اخضر الضوء. فاذا خليته مو صحيح اكو فراغ ما راح يقدر اكبس، ما راح يطلع الليزر ابدا، ما راح يطلع. شوفوا ما راح يطلع الا لما يكون صحيح. بالبيت تستخدموها. طبعا انا سبق وشرحت عن الجهاز بنات، الطريقه مالته كلش بسيطه، يعني ما تحتاجون، فقط تزيلون الشعر عن طريق ماكينه الحلاقه، وبعدين تسوون بالجهاز الليزر، وبعدين يلا تقدرون ترطبون البشره مالتكم. كثره استخدام مالته ما بيها اي خطوره. وبنهايه الفلوج اقول لكم ان شاء الله استفادتوا والمعلومات كانت مفيده بالنسبه لكم، وشكرا لكم بنات، وشكرا محبتكم. واي سؤال ثاني عندكم اياه تقدرون تكتبوا لي اياه بالتعليقات، وان شاء الله اسوي فلوج الثاني اللي هو خاص شلون نقدر احنا نزيل الشعر من الوجه وشنو الاشياء اللي لازم نستخدمهم. فاذا حابين هذا الفلوج نسوي مع بعض اكتبوا لي بالتعليقات، وشكرا محبتكم، وباي باي.